احنا يمكن النهارده بدانا خطوه مهمه جدا في الاتحاد المصري للبادل، اللي احنا نعتبره اتحاد جديد بقالنا سنتين. النهارده ان احنا نبدا خطوه مهمه جدا، يمكن بنحط اهم قواعدها النهارده، وهي بدايه الناشئين ثم الناشئين. فكان عندنا احنا برنامج اسمه الالف ناشئ، اللي احنا بنحاول نوصل لالف ناشئ ان شاء الله بيلعبوا الرياضه بصوره احترافيه وبيتمرنوا بصوره احترافيه. النهارده اول مهرجان على في للاتحاد المصري للبادل للناشئين، شفنا فيه عدد ناشئين كبير جدا بمستويات مختلفه. كان معانا احنا هنا الجهاز الفني للمنتخب المصري، كان معانا ابطال مصر، لان احنا طبعا هدفنا دايما في الاول وفي الاخر ان احنا نركز مع الناشئين علشان نقدر نصنع ونبدا نحضر يعني قوامات محترمه تمثل منتخب مصر في المحافل الدوليه. الخطوه الجايه اللي احنا طبعا المهرجان دوت مبني على اساس علمي، ان احنا في مستويات معينه، واحنا كل 3 شهور هنشوف المستويات مره اخرى ونشوف الناشئين مره اخرى ونقيمهم، مش بس بنقيمهم على المستوى الرياضي البادل، لا كمان على المستوى البدني. كان في اختبارات بدنيه، هيبقى في ان شاء الله بطولات، هي كده وكده في بطولات بتتعمل كل شهر اللي هيشاركوا فيها اكتر البطولات دي عشان نبدا نشوف مستواهم. بنعمل برنامج حاليا قومي للتدريب الناشئين في البادل، فان شاء الله هي دي مجرد بدايه، والفتره الجايه يكون في اهتمام يعني كبير جدا بقاعده الناشئين ان شاء الله. عندنا تصفيات كاس العالم ان شاء الله السنه دي مره ثانيه، احنا السنه فاتت تاهلنا الحمد لله. التاهل صعب جدا لكاس العالم، لان احنا بنلعب على مقعد واحد ما بين قارتي اسيا وافريقيا، فبنلعب على مقعد واحد يمكن ما بين 22 دوله، ولكن ان شاء الله احنا واثقين ان احنا مستوانا كويس ونقدر ان احنا ننافس ونكون من الدول المرشحه للتاهل لكاس العالم. دي اول خطوه، ولما ان شاء الله ربنا وفقنا وتاهلنا نفكر بقى ان شاء الله هناك ممكن نعمل ايه. احنا النهارده في الدول العربيه، طبعا السنه دي سنه كاس عالم، فبيبقى الموضوع اهدى شويه على مستوى الاتحادات العربيه، ولكن احنا بنتكلم على التعاون ان احنا نبدا نعمل بطولات عربيه للانديه وبطولات عربيه للناشئين. فبرضه دوت من ضمن الملفات المهمه جدا نتكلم فيها الفتره الجايه. والملف القاري برضه بنفكر فيه النهارده على موضوع ازاي دخلنا 6 دول افريقيه في الاتحاد الدولي للبادل، فان شاء الله مصر يكون ليها رياده برضه على المستوى الافريقي. الحقيقه اللي حصل الفستيفال ده كلنا مبهورين من النتائج بتاعته. انت بتتكلم في 160 ناشئ للرياضه لسه بتبني القاعده بتاعه الناشئين بتاعتها، ده رقم الحقيقه اسعدنا جدا. النتائج كلها ايجابيه، في ناس احنا اتفاجئنا من الليفل بتاعها، ليفل يستحق ان هو نبص له ونهتم بيه اكتر، ليفل ان هو قادر على ان هو ينافس محليا بقوه، وكمان بشويه تخطيط وبشويه تمارين قادر ان هو ينافس دوليا بمنتهى السهوله. يعني احنا النهارده احنا بنشهد تقريبا وجود 4 محافظات، عندنا المنصوره وعندنا اسكندريه وعندنا ناس جايه من طنطا وعندنا ناس جايه من كذا حته، والحقيقه دي مفاجاه لينا كلنا، يعني ان الناس مهتمه للدرجه ان كل واحد يحدد الليفل بتاعه ويكون متواجد وسط النتورك الكبيره بتاعت الناشئين. دي حاجه بالنسبه لنا كانت مفاجاه كبيره قوي، يعني وجود 40 لعيب تقريبا ولا 50 لعيب من اسكندريه، ده رقم مش قليل خالص ان الناس تيجي مخصوص للرياضه لسه في بدايتها يعني عشان تكون جزء منها، فدي حاجه ساعدتنا كلنا. اكيد هيفيدها بشكل كبير. انت دلوقتي بتتكلم ان انت كخطوه مبدئيه ان انت تنشئ قاعده، الولاد الاول يتعرفوا على بعض، كل دي لعبه جماعيه لعبه زوجيه، فلازم الناس تتعرف على بعض ولازم كل حد يلاقي البارتنر اللي يفيده ويفيد التاكتكس بتاعته. فمبدئيا كقاعده ان الولاد الاول يتعرفوا على بعض ويشوفوا مستوى بعض، دي حاجه في حد ذاتها هتحمسهم ان هم يدخلوا بطوله واثنين وثلاثه ويجربوا. فبالتالي ان انت نجحت، اول نجاح ان انت تعرف الولاد على بعض، وده اهم حاجه، لان انت اكبر مشكله بتواجهك ان انت مش دايما الناس بتلاقي بعض في البارتنرز بتوعها وهكذا، فوجود حاجه زي كده تسهل لك حاجه زي دي، فبالتالي انت قادر ان انت تجري اسرع بكتير من الطبيعي. يعني بلاش نقول ان احنا هننافس كبار اوروبا امتى، بس خلينا نشتغل على ان احنا في خلال الخمس سنين الجايين في 2028 و2029 نكون احنا حاطين لنفسنا جول او تارجت ان احنا نكون من اقوى 4 منتخبات، او نكون الحصان الاسود بتاع بطولة كاس العالم للناشئين زي ما بيقولوا. يعني مش كل اللعيبه دلوقتي بتعرف تلعب بادل كويس الصغيرين، فده بيجمع كل اللعيبه، اكيد في منهم المحترف اكيد في منهم الموهوب، فده بيجمع الناس عشان المدربين تشوف اللعيبه وتمرنها باحسن حاجه. يعني شايف انتشار البادل الكبير على النطاق الواسع الموجود في مصر ده دلوقتي، ده بيأثر بالإيجاب ولا بالسلب على المنتخب، ان هو بيخلي فيه كذا اوبشن يختاروا منه، ولا بيبقى عامل ضغط على المدربين؟ لا ده طبعا بيمثل بالإيجاب، لان اصلا الاتحاد عامل حاجه حلوه قوي ان هو مجمع كل اللعيبه في مهرجانات زي دي، ان هو يشوف احسن اللعيبه وياخدها يمرنها
عشان يعني يشوف اجمد اللعيبه. يوسف حسام ان هو اخد حاجه على مستوى العالم، حاجه على مستوى دولي، دي حاجه بتشجعنا ان احنا بس ما نوقفش ان احنا نبقى احسن ناس في مصر او احسن ناس في العرب، دي حاجه بتوصلنا ان احنا ممكن نبقى احسن ناس بره كمان في الدول الاوروبيه. نقدر طبعا نوصل لاحسن حاجه. احنا السنه اللي فاتت في كاس العالم اخذنا 9 من 18 فريق، فدي حاجه تقدر توصلنا ان احنا ممكن نبقى من اول 8 كمان على العالم يعني. ان شاء الله مع التمارين اللي بتتعمل والمنتخبات وكاس العالم والحاجات اللي بتحصل دي نقدر بسهوله جدا كمان سنه او سنتين يبقى عندنا لعيبه بتوصل عادي. وعندنا اوريدي يوسف حسام قرب خلاص دخل مصر. عندنا بقى لها فتره مهتميه بتنظيم البطولات الدوليه، شايفه ده بيفيدكم ازاي بان انتوا يبقى عندكم احتكاك دولي في بلدكم؟ ده بيفيدنا باحسن حاجه، لان اصلا ان احنا نسافر نلعب بطولات دوليه ده بيخلي لحد يصرف كتير قوي، فيعني الاتحاد خلينا نلعب بطولات دوليه دي في مصر عشان ما نقعدش نصرف حتى في فلوس ونعمل كل حاجه واولادي بنحتاج بلدنا يعني على ارضنا، فدي بتبقى احسن حاجه. انا شايف ان الاتحاد عمل حاجه كويسه جدا ان هو عمل فيستيفال في مصر، يعتبر برده في لوكيشن كويس ان اكتر الناس تقدر تيجي، وده حاجه هتساعد الاتحاد ان هو يقدر يجيب اكتر عدد من اللعيبه تيجي تشارك وتجرب ويعرفوا مستوياتهم وصلوا لفين، وان شاء الله يعني كل واحد يبقى ليه فرصه ان هو يدخل يمثل منتخب بلده، دي اكتر حاجه اي لعيب يحلم بيها يعني. انا شايف ان اللعيبه الصغيره عموما كلها ما شاء الله كويسه جدا ومحتاجين بس يشتغلوا على نفسهم، وان شاء الله يعني يشرفوا بلدهم وزي ما احنا شرفناها ان شاء الله. احنا عندنا بطوله كاس عالم مفروض السنه الجايه، فاحنا بنحضر لها من دلوقتي، كل واحد بيشتغل على نفسه وبنستعد للمنتخب السنه الجايه ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه احسن من المنتخب اللي فات. احنا السنه اللي فاتت مثلا في البنات لقينا 9 والولاد لقينا 13، فاحنا عايزين ان شاء الله مثلا السنه الجايه في كاس عالم كلنا الولاد والبنات ندخل من التوب 10. اكيد بصراحه ان هو بيخلي اللعيبه تشتغل على نفسها اكتر عشان تحاول تخش منتخب، وبينمي اللي هو اللعيبه اللي هم صغيرين يديهم كونفيدنس ان هم يخشوا يتمرنوا ويدوا على قد ما يقدروا ان هم يخشوا منتخب. شايف ان الخطوه دي مهمه ازاي في اعداد ناشئين، خاصه ان احنا المنتخب السنه اللي فاتت كان متاهل لبطوله العالم؟ ده زي ما جابوا يوسف حسام واحمد الطوالي يوسف ابو سنه جابوا عشان يديهم ميتنج ريت وكل ده، عشان كل حد يسال سؤال اللي هو نفسه يساله ليوسف، وعشان يعرف كل حاجه وكل معلومه عنه وياخد على قد ما يقدر كل حاجه هو عايز ياخدها عشان يخش المنتخب ويلعب زي ما هو عايز. ده بيدي كونفيدنس للعيبه الصغيرين ان هم كرول موديل يشوفوه الاثنين على العالم من احسن لعيبه اسمه ايه في افريقيا، من احسن او احسن لعيب في مصر. ده بيخلي اللعيبه تشوف كرول موديل ويحاولوا يتعلموا منه. شايف تطور البدل خلال الفتره الاخيره عامل ازاي؟ زي ما قالوا في على الويب سايت وكده بيقولوا ان البدل اكتر لعيبه اكتر اسمه ايه لعبه بس اتنمت في العالم كله حتى في مصر يعني. شايف مستوى اللعيبه في مصر عامل ازاي ونقدر امتى ننافس في العالم؟ لا يعني احنا لو نافسنا في العالم ان شاء الله هناخد مركز حلو في البطولات وكده. تمام. الدوره دي هتفيدك ازاي في اللعبه بعد كده؟ انها تديني الثقه ان انا اتمرن اكتر واحاول على قد ما اقدر اخش المنتخب.